الاخبار. شوف شوف المساج بس. عندنا لينلي ولينلي الحين مغير مختار نيو كاركتر ولا هو ميتا نايت. وسنيك سنيك اختار ايكو. انا اليوم بعد لعب ضد سنيكز ايكو. سنيكز ايت از يعني شيء الواحد ما يستهين فيه. لينلي بس نغير الاسامي الحين. الزين في شو اسمه سنيك انه هيز يوز تو موست اوف ذا ما شاء الله عنده هي هاز ان اكسبيرينس يعني يوزينج سو ميني كاركترز بس يعني وي نو هيز مين از فوكس وفالكون يعني لاست ماتش هي واز يوزينج فوكس ويش ريلي جود ويز بس يعني شوف ميتا نايت يعني هيز ان اندر ريتد يعني كاركتر عندنا نحن طبعا يعني انا برمس عندنا نحن بس حمدان يعني او بستخدم اسمه لينلي ما ادري قال لي من اسبوع انا بس اتدرب على هالكاركتر ولعب الجيم الاول صراحه وبدع فيه يعني روانا يعني بس كومبوز انا استغربت انه هو بعد ما شاء الله فهمنا بس هل يروم يعني يطبقهم على لا تنسى ان سنيك اكسبيرينس هيز اكسبيرينس بس نشوف الحين اتس كلوز ماتش حلو nice. حلو سايد اوف side of. بس هو بعد كان يعني مجهز السايد سماش از ا كاونتر يعني اجينست ريكفري اي ثينك يو شود هاف شيلدد اند ذن هيز دوينج ا جريت جوب ويا الجابس يعني ميبي هي شود يوز مور شيلد يعني يمكن او هي شود هاف ونت فور ا جراب هير كمز ذا بانش حلو حلو ميتا نايت از نوت ا باد كاركتر يعني تبى صدق يعني انه هيز ا فيري اندر ريتد كاركتر حلو نايس nice. حلو بس ما كانت ما كان اوه نايس باكر ايك المشكله انه الدمج يعني ايك يجلب الجيم كان تيك يو اوت ان فيو سكند اف يو نوت كيرفل بس ان يعني انا اشوف ان if you're playing against Ike you should keep your distance because Ike does less damage if you're at the tip يعني سنيك بعد still is going for Ike لا سنيك بيغير يعني I think he does not want Meta Knight to be used to his playstyle او نحط طيب للي اقترح يعني ان نحط راندوم اختار راندوم هاي صراحة أول مرة أشوفها راندوم من التورنمنت راندوم من التورنمنت يعني هل and he got Roy المشكلة اللي اقترحها يعني لينلي ما أعرف ليش يعني اقترح الديسرسبكت يعني he wanted to be disrespected بس أن يعني الأيروني أن سنيك حصل روي واليوم أنا أشوفه يلعب بروي كان يعني ف not a bad choice يعني انا اللي اقوله لا I think the grab range الجراب رينج المشكله it's different than ايك بعد زي بونش I think you should use سنيك just تو اعترف بعد قال انا مو ما اعرف اعرف فيه فهل يعني will it be enough to kill Meteorite هل بيكون لصالح للي يعني للي is playing يعني حاول يلعب اجرسيف انا هلا اشوفه انا تبصر وبعد انا ما اشوفه اللي اشوفه انه هيز جاست جامبينج اراوند اند هيتينج اني ثينج هيز ميسينج موست اوف ذا شوتس اوه ذات واز نايس هاي كانت حلوه المفروض يعني احسبه he give it more thought يعني انتو grab using combos يعني instead of just inflicting random damage لان روي يعني بعد يروم يرد الدمج easily شوف روي can take you out of this dashing attack هالشيء الخطير في روي يعني الداش attack could take you out the smash is extremely fast the side smash انا it's not bad lag my personal experience and the, روي you should not charge your smash
the only thing you should charge is your beef. صح. نشوف it's a close match so far. Yes it is. ولنا should be glad أن أوه حلوة حلوة wonderful job يعني. بس. Nice comeback. Nice comeback يعني fixing يعني ال. Leaving. But don't forget that this is a random game. يعني Snake just picked random. Hey, but Snake has. He has a lot of. لا already بعد he won the first match so. He's doing it for the fun, I guess. Nice. Or he just listened بعد كان اقتراح لنلي يعني. Yeah. It would be so ironic if Lenny won this match and then he lost the next one. Eh. Oh! And Allah! He goes for it. He wins the game. Hello, hello. يعني سبحان الله اقتراح للي حق الراندوم مشى لصالحه. ها ماشي راندوم الحين. الحين ماشي راندوم. From what I've seen, شوف الفرحة يعني صراحة انتو يعني all of you who are watching this يعني you can see the smile of Wei Hamdan يعني Linley's smile. What I think Hamdan should watch out for is Snick's sneeze because yeah Snick as I described نفس اللي انا وصفته قبل في نص الجاب اشوف ني طالع في النص كيف لا تسأل يعني ما شاء الله his knees حسيت امدح جسمه انا ما does sound like that بس خلنا نشوف الماتنايت كيف بيمشي قدام هذا ويعني كابتن فالكن is one of بعد one of Snake's main يعني only 28% على only 28% يعني حمدان is in a messy situation yeah he is he's throwing random smashes صح yeah he's just he knows he's losing but he's not trying لا he's trying لا بعد يحاول شوف 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 اهم شيء راوينا عرض يعني I think he was gonna go for the knee right there he will oh okay that was close for Hamdan اسمع okay حلو الجاب بس okay I think a knee is gonna come anytime soon. He's just waiting for the air dodge, I think. It would be amazing. Lenny is trying to use the jabs just to increase the percentage at least عشان يطيره. Yeah, yeah. Lenny to get back on track at least. Back on in the game. I have a feeling that Snick is gonna finish the second game with a knee. He's gonna finish. The last stock قصدك with a knee. Yes! And he does. A perfect knee بعد. That was. Nice read from you as a commentator, يعني بعد. That was an amazing knee.